يبقى معاها. برضو كل يوم جمعة بيبقى فيه درس كتاب مقدس، وبنقول برضو بعد ما ده يحكيك، يعني ما قدرش أفوت طبعا، يعني في حاجات يمكن ما قلناهاش امبارح في السهرة، إن الوقت سرقنا خالص، لقينا نفسنا يعني على الساعة 3:30 اللي كان لازم نخلص علشان نبتدي القداس. ففي مدايح ما قلناهاش، فإن شاء الله نقولها يوم الجمعة، بس نيجي بدري يوم الجمعة ونقولها قبل الدرس الإنجيل. برضو المقالة بتاعت الأسبوع ده The weekly article about the heaven on earth. It is about the praises and the beauty of the Orthodox Church in her worship. فيعني I think you will enjoy reading this story and this article. المقالة النهاردة عن السماء على الأرض، تتكلم على جمال الكنيسة الأرثوذكسية من خلال قصة دخول الأرثوذكسية والإيمان الأرثوذكسي لروسيا، وربطتها يعني بالتسبيح بتاع كيهك، ممكن ناخدها إن شاء الله وإحنا ماشيين. The Sunday school kids and the servants, they can take the Ologia from Abuna Ishaq before leaving. Before leaving, we can take the Ologia from Abuna Ishaq. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة الحد الأول من كيهك، زي ما احنا سمعنا في العظة الإنجليزي وزي ما احنا أغلبنا عارفين، إنه الإصحاح الأول من إنجيل لوقا بيتقسم على أربع أقسام، كل قسم يتقرى في حد من أحد كيهك، عشان كده لازم أحد كيهك أربع أحد زي ما أنا شرحت في المقالة بتاعت الأسبوع اللي فات. فالنهاردة أول قسم من إنجيل لوقا وهو بشارة الملاك غبريال لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. أنا هقرا بسرعة الجزء من الفصل ده وبعدين ناخد كده تأمل بسيط حواليه. بيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة أبية، وامرأته كانت من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا، وكان الاثنان متقدمين في أيامهما. فبينما كان يكهن في رتبة أيام خدمته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يرفع بخورا، فدخل إلى هيكل الرب وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا، وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يشير إليهم بيده وبقي صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته،
وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة أنه هكذا قد صنع بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. والمجد لله دائما أبديا أمين. الإنجيل الجميل ده مصحوب بأيتين في المزمور في منتهى الجمال، بيقول إيه؟ أنت يا رب ترجع وتتراءف على صهيون، لأنه وقت التحنن عليها، لأن الرب يبني صهيون ويظهر بمجده. أنت يا رب ترجع وتتراءف على صهيون لأنه وقت التحنن عليها. ده وقت التحنن، جه وقت افتقاد الرب. دي أول نقطة عايز أتكلم فيها. في وقت كده ممكن نسميه وقت التحنن، وقت الافتقاد بتاع ربنا، وقت التراءف بتاع ربنا. له وقت محدد، ودايما وعد ربنا صادق وأمين وهيتحقق. وهيجي الوقت، هيجي الوقت اللي ربنا ينظر فيها إلينا، زي ما إليصابات قالت هكذا قد صنع بي الرب في الأيام التي نظر فيها إلي لينزع عاري من بين الناس. ولاد ربنا اللي بيتمسكوا بوعوده واثقين ان هيجي الوقت اللي تتحقق كل وعوده بالتفصيل، وزي ما الملاك غبريال قال لزكريا، قال له كلامي سيتم في وقته. الوقت ده ولاد ربنا بينتظروه مهما طال، بينتظروه. هم عارفين ان في تدبير من ربنا، في ترتيبات بتتم مع بعضها كده، فكل حاجة ليها وقتها. ولكن ربنا هيحقق كلامه، وهيجي وقت التحنن. احيانا كان يصرخ واحد زي داود ويقول له الى متى يا رب تنساني، الى متى. لا، هيجي الوقت قبل هيتحنن، يرجع ويترأف على صهيون لانه وقت التحنن عليها. ابراهيم فضل متجوز 10 سنين، وسر امراته كانت عاقر من البداية، يعني من أول الإصحاح 11، يعني قبل ما يشرح في سيرة إبراهيم وقبل ما ربنا يدعوه يخرج من أرضه من عشيرته. كان وقتها إبراهيم 65 سنة، وسارة 75 سنة، وسارة 65 سنة. قبليها معروفة أن سارة كانت عاقر، وتمر أيام طويلة وربنا دعا إبراهيم وقوله تعالى وأنا هباركك وهكثر نسلك وستكون بركة. وخرج إبراهيم ورا ربنا وترك أهله وأرضه وعشيرته وكل بيت أبيه ومشي ورا ربنا في رحلة جميلة. مش الهدف أنه ينقل من أرض الأرض، لكن الهدف أنه يمشي مع ربنا في رحلة، ومن خلال الرحلة دي يدوق محبة ربنا ويختبر قوته وينمو في الإيمان وينمو في المحبة وينمو في معرفة ربنا. وطول الرحلة، رحلة لسنين طويلة، وجه وقت من الأوقات ربنا قال له شوف يا إبراهيم تعالى كده، اطلع كده بص السماء، تقدر تعد النجوم؟ أنا هخلي نسلك زي النجوم. تشوف التراب والرملة اللي في الأرض؟ تقدر تعد الرملة بتاعت الأرض؟ أنا هخلي نسلك كده زي تراب الأرض. فقال له فين يا رب؟ ها أنا ماض عقيما. ولعازر الدمشقي اللي هو كان الخادم بتاعه في ذلك الوقت، هو اللي هياخد كل حاجة، أنا ماشي وما عنديش ولاد. قال له ما تخافش، كل حاجة سأباركك بركة، أجرك كثير جدا، تقلقش. وتمر الأيام أيام لحد إبراهيم هو 99 سنة، وربنا يجيله بقى مخصوص ويقول له السنة الجاية يكون عندك ولد. ده اسمه وقت التحنن، يجي وقت ربنا يفتقد فيه ولاده،
شوفوا في سفر التكوين إصحاح 21 عند ميلاد إسحاق يقول إيه؟ يقول افتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الرب عنه. إيه ده؟ كل حاجة هتتم في وقتها، وسيفتقد الله ويأتي وقت التحنن. ولاد ربنا دايما عارفين أن ربنا حنين، ولكن كل حاجة بيديها في الوقت المناسب، بيرتب ويجهز وينمي الإنسان في الإيمان وبعدين يديله. أنت يا رب تعود وتتراءف على صهيون لأنه وقت التحنن عليها. صهيون زي ما احنا كلنا عارفين بتمثل الكنيسة وبتمثل كل نفس فينا. النهاردة مدام الكنيسة بتقرأ علينا الفصل ده، يبقى النهاردة وقت التحنن علينا. ده وقت مقبول، ده يوم خلاص، ده يوم توبة، ده يوم فرح، ده يوم بداية جديدة، ده وقت التحنن. يا سلام لما الروح القدس يفتقد الإنسان ويحرك قلبه للتوبة، ويحرك كده مشاعر حب، ويحرك الدموع في عينيه، ويحرك كده حركة رفض للخطية في حياته بكل أصنافها، ويحرك في قلبه اشتياقات روحية. وقت التحنن، ده وقت التحنن. قد ايه في ناس مشغوله بالاحداث اللي بره، والدوشه والاضطرابات والمشاكل اللي حاصله، وسوء الاوضاع اللي موجوده في مصر. في ناس مشغوله بحاجات زي كده، وفي ناس تانية مشغوله بتعزيه الله بوقت التحنن. كم كنيسه في مصر امبارح كانت سهرانه طول الليل بتسبح، وكم عشرات الالاف من الناس اللي بيتمتعوا بوقت التحنن، عشان كده سعداء وفرحانين مهما اضطربت الدنيا حواليهم. وهكذا احنا، هو احنا عايشين عشان يعني في بلد منظمة وفيها امن وفيها استقرار؟ لا، الانسان ساعات الاستقرار ما بيبقاش موجود جواه، ليه؟ الانسان مضطرب من جوه، وديون ومشكلات واضطرابات والحاجات، الاسعار اللي بتعلى، والبيوت اللي أسعارها بتنزل، والظروف الصعبة. وعن النهاردة عايزين ننسى كل ده ونقول له يا رب النهاردة يوم خلاص، النهاردة وقت التحنن، زي ما تحننت على سارة وعطتها، زي ما تحننت على زكريا وإليصابات اللي هي كانت عاقرا وبرضو في شيخوخة، ويمكن دي اللي خلت زكريا يعني يا زي يستنكر كده من الملاك البشارة ويقول له ازاي يعني، ازاي ده انا شيخ وهي امرأة متقدمة في ايامها. على رأي معلمنا بولس الرسول هو بيوصف في عبرانيين 11، بيوصف يعني من ضمن ابطال الايمان، فاتكلم عن ابراهيم وسارة، فبيقول انه مستودع سارة كان ميت، ازاي تخرج منه حياة؟ إيمان، إيمان إن سيأتي وقت التحنن. افتقد الرب سارة كما قال، ما يقول حاجة ينفذها، وعوده صادقة وأمينة. يوم يقول لك لا تخف لأني معك، ما خفش. لما يقول لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، يبقى متأكدين إن سر أن يعطينا الملكوت، بس إحنا ما نزوخش هنا ولا هنا، ولا نروح نتلاقي في حاجة تانية غير الملكوت، ولا نسيب نصيبنا، ولا نسيب اسمنا يتمحي من سفر الحياة. فأبانا سر أن يعطينا الملكوت، وعوده صادقة وأمينة. أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب، أعطانا غلبة وتعظم غلبتنا بالذي أحبنا. وهكذا كل وعود أمينة وستتحقق كما قال في حينه، في الوقت الذي تكلم عنه. جابت سارة ابن وجابت أليصابات ابن. المزمور اللي بنصليه في صلاة باكر، مزمور 11، اللي بدايته بيقول خلصني يا رب فإن البار قد فنى، قد قلت الأمانة من بني البشر، يقول كده
من أجل شقاء مساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. ده وقت التحنن. من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. يجي وقت سيقوم الرب ويصنع الخلاص علانية وينظر إلى تنهد البائسين. ساعات الإنسان يستعجل في افتقاد ربنا ويستخدم طرق بشرية، زي إبراهيم سمع لمشورة سارة وراح خد هاجر، أو لما موسى راح يفتقد شعبه ولقاهم مظلومين راح ضرب واحد مصري موته. ايه ده؟ هذا ساعات افتقاد البشر كده، يبقى مش في مكانه ويبقى بأسلوب غلط ويعمل مشاكل أكتر ما يحل المشاكل، يعقد المشاكل ويدخلنا في متاهات. أما افتقاد الله فجميل، جه في الوقت المناسب، ربنا جه لموسى قال له أنا سمعت أنين شعبي ونظرت إلى مذلتهم وأنا نزلت لأخلصهم. جاي افتقدهم ونزلت لأخلصهم. كمل الزمان، كمل الزمان، لأن الزمان قد حضر. كمل الزمان، أصل هو قالها قبل كده من 400 سنة، قالها لإبراهيم، قال له نسلك، ده قبل ما إبراهيم يجيب عيال، قبل ما يخلف خالص لا إسماعيل ولا إسحاق، قال له نسلك هيروح مصر، هيروح بلد غريبة ما قالوش البلد، قال له هيروح بلد وهيستعبد فيها وهيتبهدل، وفي الجيل الرابع يمكن يعني بعد 400 سنة هيرجع ياخد الأرض دي اللي أنا واقف بكلمك فيها، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. إيه ده؟ في ترتيبات أكبر مننا كتير، في واحد بيعمل أخطاء بس لسه الكاس بتاعه ما اتملاش، ربنا استنى عليه عشان يتوب، استنى عليه عشان يتوب، أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب، زي ما كنا بنتكلم في ملاك كنيسة ثياتيرا أول امبارح في سفر الرؤيا، أعطيتها واحدة بتعمل شر وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، بيقول أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب، عاقبها عقاب شديد. فبيقول له ذنب الأموريين، يعني الناس اللي ساكنين في المنطقة دي، ليس إلى الآن كاملا، أو ليس كاملا بعد، يعني لسه الكاس بتاعتهم ما اتملتش عشان ياخدوا العقوبة إن هم يطردوا من الأرض دي ونسلك يجي ياخدها. في ترتيبات كده، ترتيبات، ده نسله ده لسه ما كانش جه. لا، ربنا المستقبل والماضي والحاضر كله مكشوف أمامه، كله حاضر أمامه. فبيقول له هيجوا هنا نسلك لكن في الوقت المناسب. جه الوقت وجه نزل ربنا وكلم موسى وقال له يلا تروح وتطلع شعب إسرائيل. فالإصابات النهاردة نموذج حلو للإنسانة اللي حست إن ربنا افتقدها. هكذا فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. كلنا نعرف طبعا إن كان العقم ده كان نوع، يعني الناس بتنظر له إنه هذا الإنسان منزوع البركة، ده إنسان وحش وخاطي علشان كده ما يستاهلش البركة، لأن طبعا البنون ميراث من الرب. فكان العقم يعتبر يعني زي عار على الإنسان. طبعا إحنا في العهد الجديد الإنسان ممكن يكون له أولاد وبنات روحيين كتير، ما عندناش المفاهيم المادية، إن البركة ما هيش أمور مادية زي في العهد القديم. الإنسان في العهد القديم كان مستوى على قده شوية، فكانت البركة مادية، أولاد، أرض، خير، حاجات زي كده، خير مادي يعني. لا، إحنا في المستوى في الحياة الروحية لما ربنا بيفتقدنا، مش إن هو يبعت لنا ميراث يعني من حد ولا يبعت لنا أمور مادية، يفتقدنا ما هو متكفل بينا في أمورنا المادية وعمره ما يسيبنا، لكن هو بيبعت لنا نعمة، سلام، تعزيات، فرح، نور، مجد، بيبعت لنا أمور روحية، بيبعت لنا حكمة من عنده، بيبعت لنا حب يملأ قلوبنا ويفرح قلوبنا ويفيد على الآخرين، بيبعت لنا
فرح لا ينطق به ومجيد. فده وقت التحنن، لأنه وقت التحنن. تاني نقطة عايز أتكلم فيها لقاء الملاك غبريال مع زكريا. هنا بنكتشف قد إيه لنا علاقة حلوة بالملائكة. أنا بستغرب قوي قوي على الطوائف اللي هي شايلة الملائكة من حسابها وشايلة علاقتها بالملائكة من الحسبان. يعني إحنا دايماً ما فيش كنيسة أرثوذكسية ما تلاقيش فيها أيقونة لملائكة. يعني طبعاً كلنا شايفين الأيقونة بتاعت حضن الآب فيها 7 رؤساء ملائكة والأربع كائنات الغير المتجسدين حوالين العرش والأربع 24 قسيس. لكن أيضاً هنلاقي دايماً على حامل الأيقونات على الأقل الملك غبريال والملك ميخائيل رئيس الملائكة. لازم دول صحابنا، دول زي ما قال عنهم القديس بولس الرسول في عبرانيين 2 أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص. أرواح نارية خدام نار تلتهب، أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص. يعني في خدمتنا، إيه الجمال ده؟ إيه الكرامة الكبيرة دي للإنسان لما يبقى الملائكة في خدمته؟ ملاك غبريال نازل يكلم زكريا يقول له كلام جميل قوي، يقول له لا تخف يا زكريا، دايما ايه اطمئنان، دايما رسالة من ربنا رسالة اطمئنان، حتى ولو الإنسان يعني هايب الموقف لكن دايما رسالة اطمئنان. يقول له لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت. سمعت ده الزائر نسي. زكريا طلب كتير زمان وبعد كده خلاص نسي. لا ازاي ربنا سمع لكن هيحقق في الوقت المناسب. ودايما احنا لما نطلب نحط طلباتنا قدام ربنا وخلاص واثقين ان ربنا سمع وهيحقق اللي هو شايفه صالح في الوقت المناسب. يقول له لا تخف لان طلبتك قد سمعت وامرأتك ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا. كلنا طبعا نعرف يوحنا يهوى حنان، يعني الله حنان، فتحننه. ادي وقت التحنن، عشان كده المزمور ده الكنيسه حطاه لنا مع الانجيل ده، جاء وقت التحنن. يهوى حنان الله حنون، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادتي. طب بشر حلوه قوي، بشر جميله قوي يا زكريا. واحد ما حد ما يفرحش يا اخويا ده؟ ولما الواحد يتبشر ببشرة جميلة زي كده يستنكرها على نفسه ويقعد يشكك فيها، حاجة غريبة صحيح. الإنسان يعني المفروض يكون يعني دايما بيستقبل من ربنا إيه؟ ربنا مش هيقدم له غير بشرة حلوة إلا إذا كان بيوبخه لخطأ، لكن يبشره بيقول لك سيكون لك فرح وابتهاج، بعدين ابنك ده سيكون عظيما أمام الرب خمرا ومسكرا لا يشرب. طبعا دي شريعة النذير إن هو حتى العصير العنب ما كانش يقرب منه، لا خمر اللي هو العصير العادي ولا المسكر اللي هو المتخمر قوي قوي اللي هو بيسكر. خمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. وده اللي احنا هنشوفه لما تيجي العذراء تروح لأليصابات وتمتلئ اليصابات والجنين اللي في بطنها من الروح القدس. لما حضر المسيح بالعذراء وهو في بطن العذراء وعمره 2 3 ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. ده بيوضح له كمان الرساله ان ده سيتقدم امام الرب، يتقدم امامه بروح ايليا وقوته، ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم، ويرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. في رسالة أعظم من كده؟ وده اتنبأ عنه ملاخي النبي، آخر نبوة هتلاقيها في العهد القديم، سفر صغير كده ولذيذ 4 إصحاحات. تنبأ عن يوحنا المعمدان وقال أنا هبعت الملاك بتاعي. ملاخي يعني ملاكي على فكرة، هبعت ملاكي اللي يهيئ الطريق. تنبأ نبوة واضحة عن يوحنا المعمدان، وبرضو إشعيا تنبأ نبوة واضحة عن يوحنا المعمدان.
فبعض الأيقونات القديس يوحنا المعمدان يمكن مش موجودة هنا يرسموه وله إيه أجنحة، لأن هو الملاك اللي بيهيئ الطريق قدام الله. اثنين بس من القديسين المعروفين بتوع الكنيسة بنرسم لهم أجنحة، الأساسي هو القديس يوحنا المعمدان لأنه هو الملاك اللي هيئ الطريق قدام الله، والأنبا تكلا هيمنوت الأثيوبي عشان له قصة في حياته، يعني كان وقع من الجبل وطلع له أجنحة طار بيها ونزل بسلام، فبيترسم له 6 أجنحة. لكن حاجة جميلة، بشرة جميلة الملاك غبريال بيوصلها. دايما الملائكة بتساعدنا، دايما الملائكة بتفرحنا، لكن كمان الملائكة دول لهم كرامة كبيرة قوي. لما زكريا، يعني أنا متصور يعني زكريا بيقول له بعد إيه يا أخي، أنا واحد عجز، كان شباب كنا نقعد نلعب مع أولادنا وتديني نسل وأنا في شبابي بقى أتمتع بيه وانبسط بيه، بعد ما عجزت خلاص وزوجتي يعني هخلف ازاي اصلا؟ ملاك غبريال قال له كلمتين صعبين قوي، قال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وقد ارسلت لاكلمك وابشرك بهذا، وها انت تكون صامتا لا تستطيع الكلام الى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. شوف التأكيدات على أنه الكلام ده سيتم وسيكون وسيتحقق. هنا نفهم أولا أن الملائكة لهم سلطان. ثانيا تقول لي ماله كده شديد عليه قوي، مش بيقول زكريا ده بار وكده؟ ما هو عشان بار، ما هو البار مطلوب منه ان يكون ايمانه اقوى من كده، ولما يكون واحد يعني غلبان قوي وضعيف قوي ومش مصدق نقعد بقى ايه نسايس فيه وربنا يديله على قده كده. لكن اللي واخد كتير، واخد نعمة كتير، واخد معرفة كتير، يطالب باكثر، والعقوبة بتاعته تكون ايه شديدة شوية. طبعا هي مش عقوبة ابدية، لكن كانت عقوبة ظاهرة وصعبة في وقتها، وخدت لها يعني أيام بسيطة كم شهر وخلصت. لكن ده يورينا أن ربنا علشان عايزنا أنقياء، كل ما ننمو ونجيب ثمر، يقول كده زي ما بنقرأ في إنجيل الساعة الثالثة في يوحنا 14، كل ما يأتي بثمر إيه ينقيه ليأتي بثمر إيه أكثر. فالشجرة اللي بيجيب ثمر دي شجرة حلوة، فربنا يعتني بيها زيادة، يقصقص فيها شوية، يزبط فيها شوية حاجات كده مش مزبوطة، شايف كده فرع معه كده يزبطه يعدله، يا إما يوجهه في اتجاه تاني، يا إما يقطعه علشان يزبط الاتجاه بتاعها مزبوط. ربنا ساعات يستخدم مع أولاده الأحباء الأتقياء البرين في عينه، الأبرار في عينه، زي ما قال كده إنه زكريا وإليصابات كان برين أمام الله سالكين في جميع طرقه. ساعات يستخدم معهم نوع من الإيه من التأديب كده علشان ينقيهم فيأتوا بثمر إيه أكثر. وآخر حاجة أتكلم فيها إنه ولاد ربنا علشان ينتظروا توقيتات تدخل الله وتحقيق كلامه محتاجين للصبر، ولو صبروا ربنا يشتغل فيهم ويدخلهم جوه خطته الخلاصية، زي إبراهيم كده صبر فدخل في خطة الله الخلاصية من أجل خلاص العالم، إن يجي من نسله المخلص. زكريا وإليصابات صبروا وفضلوا متمسكين إلا كان سالكين في جميع طرق الرب وأحكامه بلا لوم. برضو ربنا عطاهم ان هم يدخلوا جوه القصة بتاعت التجسد الالهي، ويجي من نسلهم هذا الذي يكون عظيما، وليس في مواليد النساء نبي اعظم منه، هو اللي شهد للحمل الحقيقي ربنا يسوع، وهو اللي اعد الطريق وهيئ الطريق بالتوبة للناس بمعمودية التوبة زي ما احنا عارفين. فربنا نفسه في ناس يصبروا معاه كده،
ويشتغل بيهم بيكونوا سبب بركة لكثيرين، سبب بركة لأجيال، بس يصبروا معاه ما يستعجلوش وما يسيبوش السكة بتاعته ويفقدوا رجائهم، يصبروا معاه شوية. النهاردة الكاثوليكون من رسالة يعقوب بيتكلم كده على الصبر وبيقول أما الصبر فليكن له عمل تام، يعني يكمل للآخر. كان بيتكلم يعني يقول احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن التجارب دي امتحان إيمان، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الصبر ده أصله الواحد ما يكتسبوش بوعظة ولا بأي حاجة يقراها، ويعني عايزة صلوات كتيرة وعلى مدى طويل. يعني we have to practice patience، ما ينفعش ان احنا مجرد ناخد فكرة عنه بنعيشه، مش هنعيشه غير لو في ظروف محتاجة صبر. وكل يوم يبقى قلبنا بيوسع اكتر وبنصبر ونتعلم الصبر اكتر، وكل ما نتملي من النعمة نقدر نصبر اكتر. فهذا امتحان ايمان، لما ربنا يبدو ان هو اتأخر ده امتحان ايمان، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، والصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وغير ناقصين في موهبة ما. وبعدين يقول في آخر الباراجراف عدد 12 بأول إصحاح من رسالة يعقوب، في عدد 12 يقول إيه؟ طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة لأنه إذا تزكى، يعني نجح في الامتحان، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. فالصبر يخلي الإنسان يبقى ربنا يقدر يشتغل به ويدخله ضمن خطته. تقول لي أنا ده أنا ولا حاجة، ده أنا نكرة كده في الدنيا دي ولا حاجة، لا ده ربنا يشتغل بيك شغل عظيم، بس حط نفسك بين إيديه بصبر واسلك في طريق الرب بأحكام وأحكامه بلا لوم، تأكد أن ربنا يقدر يشتغل بيك. أو زكريا ده كان كاهن في وسط آلاف الكهنة، بيجي عليه الدور علشان يدخل القدس. تعرفين كان زمان خيمة الاجتماع أو الهيكل مقسم إلى قدس الأقداس، ما حدش بيدخله خالص غير مرة واحدة في السنة يدخله رئيس الكهنة بس بالذبيحة بتاعت يوم الكفارة. وبعد قدس الأقداس في حجاب كده، وبعديه كده في القدس. القدس ده فيه ثلاث حاجات: مسبح البخور، مكعب خشب كده متر في متر في متر، ومطلي بالذهب، ده مسبح البخور. وجنبه مائدة عليها خبز الوجوه بياكلوه الكهنة، وجنبه المنارة اللي هي فيها سبع أنوار، ادي القدس. فكان الكهنة عشان كتير جدا نسل هارون عدد كبير من الكهنة، فكانوا عشان يدخلوا يبخروا على مسبح البخور ده دور قرعة كده فين عبال ما يجيلوا الايه. فزكريا ده كان واحد كده، واحد من الكهنة، من آلاف من عشرات الآلاف من الكهنة، عبال ما يجيلوا دور. في ناس بتقول يعني انه ممكن ما يجيلوش الدور غير مرة ولا مرتين في حياته، يعني ان هو مدة الخدمة بتاعتهم كانت محدودة، يعني من سن مش عارف 30 لسن 55 ولا ايه بعد كده، ما او يعني اكتر من كده شوية، فيعني يدوب عبال ما يجيله دور. هو عايش مع ربنا وصابر، واحد كده مش معروف، لكن علشان صبر والتمسك بوعود الله فربنا عطاله قال له طلبتك قد سمعت، حتى ولو وقتها يعني ما تفاعلش بالشكل السليم، لكن دخل في خطة الله الايه الخلاصية. لو مرينا بظروف صعبة وصبرنا عليها عايزين نبقى متأكدين ان ربنا يتدخل في الوقت المناسب، ولو صبرنا بشكر اكيد ربنا هيستخدمنا في ضمن خطته الخلاصية من اجل خلاص العالم، من اجل خلاص نفوس حوالينا. يمكن بنسمع سير ناس معاصرين صبروا في حياتهم، تعرضوا لضيقات او عوز او امراض وصبروا وشكروا، وازاي دول كانوا سبب بركة لكثيرين، ولحد النهاردة سيرتهم العطرة بتعطر المسكونة وبتسند إيماننا كلنا. الناس اللي هي عندها استعداد
تعيش مع ربنا مهما كانت الظروف، وتصبر وتمشي في طريقه وما تغيرش طريقه، ما تدورش على الاتكال على حلول بشرية، ما تدورش على طرق العالم، وتقول له يا رب انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. جميل المزمور ده بدايته كده، معلمنا داود النبي بيقول كده: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. عشان كده أولاد ربنا متمسكين بانتظار الرب وبالصبر، لأنه يقول كده في المزمور: انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.